النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية بالتفصيل بالحديث عن آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تختص برصد حركة السحب مباشرة إلينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم الاندفاع لهذه الكتلة الهوائية الباردة صوب عمق الأراضي المصرية بشكل غير اعتيادي ونادر. هذا الاندفاع صوب تلك المناطق عمل على انشاء أيضا سحب متوسطة وعالية الارتفاع تغطي مناطق واسعة من المنطقة، بدءا من جنوب شرق الأراضي المصرية مرورا بالسعودية، شرق الأردن، كذلك حال شرق سوريا نحو دولة العراق. نلاحظ معكم أيضا نشوء هذه السحب الرعدية بدأ بالفعل مع ساعة إعداد هذه النشرة، مع ساعات ظهيرة هذا اليوم الاثنين بدأت هذه السحب الرعدية إلى الداخل من البحر المتوسط. أيضا السحب الممطرة متموضعة إلى الداخل من الأراضي المصرية. جميع هذه السحب هي في طريقها نحو الشرق، وتوقعات بتزايد نشوء هذه السحب خلال ساعات مساء والليلة القادمة، أيضا يوم الغد، وذلك على عموم منطقة شبه جزيرة سيناء المصرية، كذلك الحال دولة فلسطين بالأخص الأجزاء الجنوبية منها، كذلك الحال الأردن بالأخص المنطقة الجنوبية، مناطق شمال المملكة العربية السعودية، وفي وقت لاحق خلال الأيام القادمة نحو دولة العراق، ثم نحو الأراضي الإيرانية، ثم بعد ذلك حتى وصولا إلى مناطق باكستان وأفغانستان. بالفعل هذه الكتلة الهوائية التي توجهت نحو المنطقة بشكل نادر وغير اعتيادي نحو عمق الأراضي المصرية. لاحظوا معي هذه الألوان تدل على برودة كبيرة في طبقات الجو العالية. نظرا لاستمرار تواجد مرتفع جوي فوق القارة الأوروبية، اندفعت هذه الكتلة إلى مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، ثم دخلت إلى عمق الأراضي المصرية. لاحظوا معي هذه البرودة الكبيرة كيف تتحرك في داخل الأراضي المصرية. مع ساعة الليلة القادمة تدخل هذه البرودة الكبيرة في طبقات الجو العالية، تدخل إلى سماء منطقة دولة فلسطين، كذلك الحال الأردن، وتبدأ معها الأحوال الجوية غير مستقرة بالتأثير على المملكة. أيضا تستمر خلال ساعات صباح وظهيرة غدا قبل أن تتوجه إلى داخل الأراضي السعودية، ثم تتحرك بالاتجاه الشرقي والشمال الشرقي نحو الأراضي العراقية، ثم الأراضي الإيرانية بمشيئة الله. نلاحظ معكم الآن مخرجات نظام الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب. مع ساعات بعد الظهر وعصر هذا اليوم الاثنين تتهيأ الفرصة في مناطق متفرقة من دولة فلسطين، كذلك الحال بعض المناطق الجنوبية لهطول زخات متفرقة من الأمطار. أيضا قد تطال هذه الأمطار المناطق الشمالية في دولة فلسطين، وبالتالي المناطق الشمالية المحاذية لها في المملكة مع ساعات عصر هذا اليوم. لكن لاحظوا معي مع ساعات مساء هذا اليوم تكون السحب الممطرة بغزارة صوب شبه جزيرة سيناء المصرية، ثم تحرك هذه السحب الممطرة بغزارة نحو الأجزاء الجنوبية من دولة فلسطين، كذلك الحال كامل الشريط الجنوبي الغربي في المملكة، يضم ذلك منطقة العقبة، منطقة محافظة معان، وادي عربة، أيضا مرتفعات الطفيلة، وإلى حد ما مع انتصاف الليل محافظة الكرك، وربما محافظة مادبة أيضا وصولا إلى بعض مناطق العاصمة عمان. مع ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات صباح الغد لاحظوا معي مدى الغزارة الكبيرة المتوقعة للأمطار بمشيئة الله في مناطق عديدة في المنطقة الجنوبية، وبالتالي تحذيرات جدية من جريان وتشكل السيول في المناطق المنخفضة هناك، نخص بالذكر هذه المرة منطقة وادي عربة، أيضا مناطق الأغوار الجنوبية التابعة إداريا لمحافظتي الكرك والطفيلة، كذلك الحال إقليم العقبة في الجنوب، أيضا المناطق المنخفضة في محافظة معان بمشيئة الله. طبعا مع ساعات ظهيرة الغد متوقع أن يشمل الهطول المطري على شكل زخات مناطق عدة في وسط وشمال المملكة، تكون هذه الهطولات الزخات المطرية غزيرة مرفقة بالرعد وتساقط زخات البرد، كذلك الحال لاحظوا معي الحزام الكبير من السحب الممطرة بغزارة قد توجه من المنطقة الجنوبية ثم نحو مناطق لواء الجفر في محافظة معان، ثم إلى داخل الأراضي السعودية، في حين تهطل الأمطار على شكل زخات في باقي مناطق المملكة. هذه الزخات تكون غزيرة مرفقة بالرعد وتساقط زخات البرد بمشيئة الله. مع ساعات المساء توقعات بتراجع الفعالية الجوية بشكل عام عن عموم المناطق، وتركز هذه الفعالية الجوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية
بمشيئة الله تعالى. الآن نتحدث عن برودة طبقات الجو المنخفضة هذه المرة. نلاحظ معكم دخول الهواء البارد من شبه جزيرة سيناء ومن شمال الأراضي السعودية نحو المناطق الجنوبية في المملكة بشكل غير اعتيادي. كلنا نعلم أن الهواء البارد يتوجه بالعادة من الشمال من مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الأراضي التركية، ثم لبنان، فسوريا، شمال دولة فلسطين، ثم المملكة. لكن الهواء البارد في هذه الحالة نتيجة تواجد هذا المرتفع القوي فوق القارة الأوروبية تعمقت الكتلة الباردة بشكل غير اعتيادي نحو داخل الأراضي المصرية، بالتالي البرودة الكبيرة في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة والعالية تدخل المنطقة الجنوبية من شبه جزيرة سيناء ومصر. هذه البرودة متموضعة بالذات فوق تلك المناطق، وبالتالي توقعات ببدء تساقط الثلوج بمشيئة الله مع ساعات فجر وصباح يوم غد الثلاثاء في المرتفعات الجبلية الجنوبية في محافظة معان والعقبة التي تزيد ارتفاعها عن 1500 متر، تشمل كما تحدثنا منطقة رأس النقب، قرى غرب محافظة معان، كذلك حال مرتفعات لواء الشوبك، أيضا الحدود مع السعودية منطقة أم الدامي، وبالدرجة الثانية مرتفعات محافظة الطفيلة في الشمال نظرا لبعدها تقريبا أو نسبيا عن هذه البرودة الكبيرة المتكدسة فوق محافظة معان والعقبة بشكل أساسي وواضح. هذه البرودة الكبيرة مع ساعات الصباح تنتهي مع ساعات الظهيرة، تتراجع هذه البرودة الكبيرة نظرا لبدء ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي توقع انتهاء هذه الحالة الثلجية مع ساعات ظهيرة غدا الثلاثاء. إذن هي فترة محدودة منذ ساعات فجر وصباح الثلاثاء، لكن حتى ساعات ما قبل ظهر يوم الثلاثاء، لكنها مترافقة بهطول بكميات كبيرة من الهطول في تلك المناطق، وبالتالي قد يكون هذا التساقط الثلجي فوق قمم تلك المناطق متراكما بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن لاستعراض التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة. أجواء باردة غائمة يوم غد الثلاثاء، ضبابية فوق مرتفعات العاصمة عمان، توقعات بهطول زخات من الأمطار تكون مرفقة أيضا بالرعد والبرد، وبالتالي تكون هذه الهطولات غزيرة لكنها على شكل زخات في العاصمة عمان، وبالتالي أيضا أجواء كما تحدثنا ضبابية فوق المرتفعات مع ساعات مساء الثلاثاء تتراجع الفعالية الجوية، طقس غائم جزئي بارد لا يستمر أيضا ضبابي فوق مرتفعات العاصمة. يوم الأربعاء هنالك فرصة ضعيفة لهطول بعض الزخات الخفيفة أيضا ربما مع استمرار الأجواء الضبابية في مرتفعات العاصمة مع ساعات المساء تنحسر الفعالية الجوية. يوم الأربعاء كلين على المنطقة استقرار في الطقس، تشكل للضباب في مناطق البادية والسهول الشرقية. يوم الخميس هو يوم مستقر، درجات حارة بحدود 15 درجة مئوية. طبعا الدرجة العظمى المتوقعة يوم غد الثلاثاء هي 12 درجة مئوية في عموم مناطق العاصمة، تكون أقل من ذلك بحدود 9 أو 10 درجات مئوية فقط في مرتفعات العاصمة عمان، وتكون بحدود 3 أو 4 درجات مئوية في مع ساعات الظهيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وتكون حول حاجز الصفر المئوي مع ساعات صباح غدا الثلاثاء بمشيئة الله. إذن كملخص لهذه النشرة الجوية، انخفاض ملموس على درجات حارة يوم غدا الثلاثاء لتقل عن معدات الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية عدا المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية كما تحدثنا، توقعات بتساقط زخات من الأمطار والبرد والعواصف الرعدية بشكل متفرق في المملكة، تكون هذه الهطولات أكثر انتظاما صوب المنطقة الجنوبية، توقعات أيضا بتشكل الضباب فوق العديد من المرتفعات الجبلية مع حدوث تدنن في مدى الرؤية الأفقية، ونتيجة هذه البرودة الكبيرة في طبقات الجو المختلفة توقعات بأن يكون هذا الهطول على شكل ثلوج في قمم مرتفعات جبال الشراء كما تحدثنا، غرب معان، قرى غرب معان، أيضا منطقة رأس النقب، أيضا مرتفعات لواء الشوبك والمرتفعات الحدودية مع السعودية، وبشكل أقل في مرتفعات الطفيلة. هذه الثلوج متوقعة بمشيئة الله مع ساعات فجر وصباح وما قبل ظهيرة يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله. إذن كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.